أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: هل يجوز الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة؟ نعم، وأنتم عاكفون بالمساجد، فالاعتكاف في كل مسجد تصلى فيه الجماعة، كل مسجد تصلى فيه الجماعة يشرع فيه الاعتكاف، المساجد الثلاثة وغيرها. من اللي حدد بالمساجد الثلاثة؟ هذا عام في جميع المساجد. وتحرم الناس من الاعتكاف في سائر الأرض، لا بد يكونون في المساجد الثلاثة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما هو الفجر الأول؟ لكن قد يقال إن الاعتكاف في المساجد الثلاثة أفضل، أفضل من غيره لفضيلة المكان، لكن لا يمنع هذا أن يعتكف في المساجد الأخرى تيسيرا على الناس وتوسيعا لهم في طلب الخير. نعم.